الولايات المتحدة الأمريكية عدا طائرات شنو اللي استفادينا من عندها؟ جهد استخباري، جهد الاستخباري ما شاء الله احنا عندنا جهد استخباري ممتاز. الطيران مالهم، الطيران مالهم زودونا طائرات، طائرات نص اسلحتها قديمه ونص اسلحتها تجهيزاتها غير صحيحه. يعني يعني شلون يعني الامريكان جهزونا تجهيزات غير صحيحه؟ يعني طائرات F-16 ليست كما هي موجوده في الاجهزه الفنيه للطائرات والاجهزه أجهزة الاستشعار والصواريخ، ليست كما موجودة في F-16 الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يعني شلون؟ بفهمني بعد أكثر، يعني انطونا غير شكل، انطونا نوعية أقل نوع، أقل نعم جودة، أقل تطور، شنو؟ نعم أقل تطور، بحيث أعلنتها يعني كثير من قيادتنا العسكرية قالوا يعني الأسلحة اللي أو الطائرات اللي تم تزويد العراق بها F-16 غير سويها الاشتراهن يعني مضروبين على رؤوسهم اللي تشترونهن القيادات العسكريه هسه تذكروا اي مضروبين على رؤوسهم. نعم ليش ما نقول ليش ما نقول مضروبين على المضروبين؟ اخي ضغط 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 امريكي كبير على العراق. ليش الولايات المتحده الامريكيه ليش ما تقبل الحكومه العراقيه ان تتجهز عسكريا من روسيا ومن فرنسا ومن غير فرنسا؟ ليش ترفض ان هاي حجه منو الحجه؟ لا هي قال انه هاي حجه واكثر ولا الامريكان لا قال لهم روحوا للدولة أخذوا وروحوا وراحوا هم روسيا وتفاوضوا وياها، راحوا الغير دولة وتفاوضوا وياها، شو بس قاعدين هنا ويسولفوا لي ها والله احنا خاف يقولون الامريكان وشنو يعني